إذن سيدة راغدة، أعود إليك، في تقديرك كيف غير تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة عالميا من أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ في المنطقة العربية ليس بالكثير، هناك بعض الإنجازات بالتأكيد، ولكن انظر إلى الفارق ما بين ما يحدث في أوروبا وما يحدث في المنطقة العربية والشرق الأوسط. انظري كم من امرأة وصلت إلى مرتبة صنع القرار. هناك في أوروبا وزيرات عديدات شابات، أما في منطقتنا العربية مثلا في لبنان هناك وزيرة واحدة. يجب أن ندرك أيضا أن المرأة هي التي تقوم بالتغيير. انظري ماذا يحدث في إيران، تحية إلى نساء إيران لأنهن يقدن ثورة مهمة لمستقبل هذه الدولة العظيمة. نحن في لبنان نعاني من القوانين التي مشفى بحقنا، ولكن أنا كإعلامية أتباهى بما وصلت إليه الإعلاميات في المنطقة العربية، في الإعلاميات العربيات من من يعني فعلا من تطور. كنا في الماضي يقرأنا ما يكتبه لهن الرجال، يقرأناها على شبكة التلفزيون، الآن إنهن محاورات قديرات صانعات قرار في الحوار. ما زلنا بعيدين جدا نحن عن يعني التغلب على ذكورية الرجل أو ذكورية صنع القرار السياسي. هنا نحن نبدو كنساء أننا في حالة إقصاء، وهذا إقصاء متعمد في المنطقة العربية ككل. ليس للمرأة الدور الذي يجب أن تتمتع به في صنع القرار السياسي، في مثلا إدارة أو إنشاء think tanks، مؤسسات فكرية. أنا أفتخر أنني أسست مؤسسة بيروت إنستيتيوت التي هي مؤسسة فكرية كانت يجب أن تكون للمنطقة العربية وأصبحت عالمية. ليس هناك العدد الكبير من النساء اللواتي يتحدثن عن الاستراتيجيات العالمية. هنا نقص يجب أن لا يستمر، لأننا نحن النساء جديرات بهذه المهمة.